نعود نرجع بالسؤال اللي استاذ معتر في انتظار معالجه الصوت. نيكولا بو في الموند افريك يتحدث عن اوبرات فاشيه، يقارن، شوف الموند افريك يقارن بين حكم بن علي وحكم سعيد هكذا، وفي عنوان في مقاله بعنوان اعيدوا لنا بن علي. هذا نيكولا بو، يعرف اوتوانسه على الاقل المتابعين انه صاحب كتاب نوترامي بن علي صديقنا بن علي في اواخر التسعينات، وكتاب لا ريجون دو كارتاج، سيدة قرطاج، عن ليلى ترابيزون. صحفي استقصائي فرنسي من اكبر المتابعين للشأن التونسي، بل يكاد يكون متخصص رقم واحد، يتحدث عن الفاشيه. يقول بن علي كان دكتاتور ولكن كان قادرا على اداره الحد الادنى من الحوار، في حين في يقول في عهد في سعيد ينزلق نحو فاشيه الاوبرات التي يبدو ان استاذنا السابق في القانون الدستوري غير قادر على تنظيمها، وحتى اقل من الادعاء بوضوح أن السلطة التونسية أصبحت الآن فوق الأرض. هذا يعني مبالغة أم ماذا سيد؟ والله سي حسين، هو من نكد الدهر اليوم أن نقوم بالمقارنة بين قيس سعيد والمخلوع بن علي. يعني المخلوع بن علي الذي ثار عليه الشعب، هو يعني على الرغم من أن لما اليوم لما تقارن بصفة موضوعية تجد فعلا أن بن علي كان على الأقل هو دكتاتور بأتم معنى الكلمة، يعني هو دكتاتور يجيد مسألة تأسيس حكمه، أحاط نفسه بتكنوقراط، كان يجيد التفاوض، كان يعني يعمل الأولويات إلى غير ذلك، طبعا في نطاق القمع والفساد الذي كان يمارسه خاصة بعد 91. اليوم احنا المشكلة، اليوم احنا امام ديكتاتورية رثة عابثة، يعني حقيقة كما قال نيكولا بو هي دوبيرات، يعني متاع دماء متحركة، يعني ما فماش عقل فيها، ما فماش حتى شيء. انت شوف اليوم قيس سعيد يعني يمارس القمع ويمارس التسلط ويقوم بالمداهمات للناس، ويقول للقضاة والمحامين أن كل من يتمسك بقرينة البراءة فهو مجرم، يعني وهو يقوم بالمحظورات والقوانين، كل قوانين لا تساوي شيء، وهو يدوسها بحوافره. نقول هذا الكل يعني، ورغم ذلك اليوم ما زال باقي، يعني الشعب التونسي اللي ثار على بن علي على الرغم من أنه كان عنده ديكتاتورية معقلنة، هكذا نقول أنا معقلنة، لكن في نطاق الاستبداد ديكتاتورية، نحن أمام يعني ديكتاتورية عابثة مجنونة، يعني تتصرف يعني تصرفات رعناء سواء على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي، لم تأتي بأي منجز للشعب التونسي إلا زيادة التقسيم، إلا معناتها الاحتراب الأهلي، إلا معناتها فقدان المواد الأساسية، إلا هذا الأسعار. ومنذ حين كنت تذكر اليوم المركز الوطني للإحصاء يعطي 10.4، يعني رقم غير مسبوق. نعم، لا ما هيش 10.4، هي وقت اللي تمشي المواد الغذائية والمواد الأساسية توصل أكثر من 20%، راهو 10.4 هي الكلها، يعني فما اشياء اللي ما يحتاجهاش المواطن داخل فيها، اثمان السيارات والاثاث والنقل. نعم. الى غير ماذا عن وصف معارضي سيد معتر؟ يقول كشفت مدارج المسرح البلدي انهم كانوا يتقاسمون الادوار في باردو في مسرحيه وضعت فصول على مقاس كل ممثل ممن لا هم لهم سوى السلطه. ماذا يجدي نفعا هذه السلطه عندما تحاول منع مسيره تفرضها جبهه خلاص بالقوه، يعني بإرادة الشارع، ثم لا. يأتي هذا التوصيف، ماذا سيضيف؟ لا، هو ما هي المشكلة قيس سعيد اللي يعني الشيء اللي أثاره أربكه خلاه معناته يخرج عن سينته أكثر من لازم، هو أنه يشوف أن هذا المعارضة بمختلف أطيافها ونخبها ومدارسها تقترب من بعضها، يعني هذه مشكلته، لأنه حقيقة هذا هو اللي لأنه يعيش بمحاولة تقسيم المقسم. وقت اللي يلقى المعارضة اليوم تقترب من بعضها، يعني هو يذكرنا، يولي يذكر، يقول اللي هما حقيقة يعني كانوا في قبل مختلفين، واليوم كي توحدوا ما هوش فاهم الناس اللي توحدت، لأنهم يحبوا يدافعوا على الوطن، يدافعوا على الحريات،
يعملوا على انقاذ بلاد من الكابوس هذا، مش فاهم هذا. هو يفهم اليوم هو في منطقه تامر، انت خذ اليوم هذه قضيه الزعماء السياسيين اللي زج بهم في السجن تحت يافطه تامر والارهاب، شنو ذنبهم؟ الذنب الوحيد انهم حاولوا ان يتقاربوا فيما بينهم لايجاد خطه عمل او اجنده في نطاق احترام القانون والديمقراطيه للتخلص من هذه الاوضاع. هذه مشكلته، يعني التقارب بين الفرقاء السياسيين هو يمثل قيس سعيد حقيقه يمثل نكبه له. لكن المشكل دكتور معتر هو انه نعم. في نفس الوقت عندما يذكر التونسيين بان خصومه الحاليين كانوا خصماء، هذا ربما إدانة له اكثر، بمعنى ان خصماءه اجتمعوا عليه بالضبط. وهذا مش نقول لك انا، نقول لك يا اخي انت اذا كان، علاش نقول لك هي ديكتاتوريه رثة، هي عبث يا عبث. توا انسان يحب معناتها يخلي الناس ما تجتمعش حوله يعني ضده، يلزم على الاقل يتفاوض مع البعض، يعطي حويجه للبعض الى غير ذلك. السيد هذايا يعني خارج لا يلوي على شيء. اذا كان نجح في شيء واحد هو انه خلق كل الناس مهما كانوا مختلفين اليوم نعم. اصبحوا ضده في الداخل والخارج. يعني هذاك علاش نقول هو هذا الخطر، هذا نعم. علاش هو يفترق على بن علي. هذا هو ماشي في طريقه يعتبر نفسه هو الصحيح، الناس الكل غلطه. يعني حتى تصورت تتذكر انت مين محفوظ وبالعيد وجماعه ما كثرش من هكا، معناتها ما كثرش من هكا. سناتي حتى على تصريح جديد للجندوبي الرئيس الاسبق لهيئه الانتخابات ونشوف موقفه.